وهي مشاريع بلدية احنا شغلنا. مشاريع هم مسموح لكم؟ اي احنا مسموح لنا باعتبار عندنا كتاب نتنقل به حسب شغل مكان شغلنا. انتم حتى بعملكم يعني ملتزمين بالكمامه؟ اكيد اكيد ملتزمين بالكمامه باجتماعيات، يعني دائما كل ما نلتقي بمهندس ويا عمال لازم نلبس كمامه، هذا التباعد الاجتماعي اللي مفروض علينا. تعامل القوات الامنيه معكم؟ درجه اولى. زي. قوات الامنيه جيد جدا ويانا، متساهلين ويانا والله يبارك فيهم. في المستشفى رايح؟ على المستشفى الجمهوري. مريض؟ عندي والدتي مريضه بالمستشفى. اي تساهلك ان شاء الله. والله الحمد لله وشكرا، صار لي 3-4 ايام رايح وجاي، ما شاء الله شباب معي يقصرون، اروح نجي براحتنا الله يشهد. وما حاله يعني شديده الخطوره؟ والله حالتها شنو انه سكري ورجلها انجرح وفعمل، فعلى اساس كان يوم الاسبوع الراحه صدق يقطعون رجلها. بعدين اكو امل ان شاء الله اكو دم برجله، وهذا كتبونا هاي شو اسمه الورقه، قالوا حضرونا دم من المستشفى الخنساء وفاي ان شاء الله. حاليا احنا على اي جسر؟ هذا جسر الخامس. الخامس تمام. الخامس اي نعم. دائما تروح تجي منه؟ دائما نروح واجي، وتساهل ما شاء الله حلو، تساهلوا ويانا ويساعدون المواطن وحالات الحرجه المريض الكذا، والله ما يقصروا. وين دامت؟ مستشفى الاورام. زين يوميا تطلع الدوام؟ تقريبا يوميا. عندنا شغل بالاورام جدا زين علينا وصراحين. تعبر من جسر الخامس؟ قبل. يعني هسه احنا وين هسه؟ هسه مدخل ايش؟ مدخل خامس. الخامس؟ نعم. يوميا؟ يوميا تقريبا حسب دوامي. اه عندكم شفتين دوام؟ شفت واحد. شفت واحد بس؟ شفت واحد نعم. من الساعة ايش قد؟ دوام الصباح يعني 8 لـ 2. اكو تسهيل لامرك؟ نعم الحمد لله. تبطيهم الهوية مال الصحة؟ الجماعة كله جيدين متعاملين معنا وكله جيدين خير ان شاء الله. والله عندنا مريض ودي على المستشفى. الف سلامة. الف سلامة. سلمك رحم الله والديك. من والله عندها عجز بالكلى. عجز بالكلى؟ ايه. هسه وين تودوها؟ على المستشفى الجمهوري. تسوي لها غسل؟ لا هناك نخلي لها جهاز ونرجع نسوي لها غسل. شلون تعامل القوات الامنية معكم؟ والله ما شاء الله حيل زينين، يساعدون اللي محتاج، والما محتاج هو ما يطلع من بيته، على ايش يطلع؟ المريض. اي طبعا الله يساعدون. جماعة القوات الأمنية سهلة أمرك؟ نعم نعم نعم. وين الدوام جناب؟ من المفوضية. زين. اي. وراح الدوام السبتة؟ إن شاء الله. أنت المفوضية مبلغين بالدوام أيام الحظر؟ نعم مبلغين وعندهم علم وش اسمه أي يسمحوا لنا نداوم.